هاي يا جماعه، لسه واصلين للسبا. لسه وصلت للسبا انا لوحدي. في هنا ايس باس وفي ماجنيسيوم كلورايد بول. هنعمل سبا دي. ده البول ماجنيسيوم كلورايد. وهنا الشاور. هنا الايس باس 10 ديجري ساقع درجة ساقع جدا، وانا اساسا لسه جاي من بره، الجو حر اسمي سخن. وده اللي هو الايس باس 5، بيحطوا ده عشان يحطوا درجة الحرارة. ودي السونا جوه درجة الحرارة. So let's do it together. ثلاث دقايق يا جماعه، يعني تحسوا في سكاكين بتخش في الجسم.
بس مفيده جدا للصحه، بتساعد كتير جدا على فقدان الوزن وحرق الدهون، كمان ان هي بتقلل من الالتهابات في الجسم، وبتساعدني ان انا ابدا اسبوع جديد بالرياضه عشان جسمي كله موجوع. فحلو ان احنا نعمل ايس بس على الاقل مره في الاسبوع. دلوقتي هدخل السونه، هدخل السونه، بس قلت بقى ايه، احط ماسك كده على شعري وعلى وشي استفيد. راح اخد شاور. شعري دلوقتي مبلول، الماسك كده واحطه على شعري قبل ما ادخل السونة عشان شعري يستفيد منه. الماسك على ممكن. الايس باس تقدروا تعملوه من مره لخمس مرات، مره سونا مره ايس باس. طلعت من الاسكواير ما ضغط 15 دقيقة، شلت الماسك، هاخد شاور وادخل على الايس باس تاني. المرة دي هقعد في الخمسة ديجري، يدعوا لي دي تاني مرة اعملها. اول مرة قعدت دقيقة، النهاردة خدي في اقعد دقيقة ونص، ما تستهونوش بالنص دقيقة كتير. Thank you.
شويه شاور وارجع على السونا تاني. اوكي يا جماعه، عملت ساونا مرتين وادخل الثالثه، بس قلت ايه اغسل شعري. اهم حاجه لما تغسلوا شعركم، انا عشان بنزل شلالات وبنزل البحر كتير، فبغسل شعري في الاسبوع من مرتين لثلاثه عشان بروح البحر كتير، فلازم اغسل بعد البحر. بس بستخدم الشامبو مره واحده في الاسبوع، المره الثانيه او المرتين التانيين بستخدم بس كونديشنر. بس شعري كويس جدا بالميه، وممكن تحطوا خل كمان على الميه بتخففوه بالميه، وتحطوا على شعرك تغسلوا الفروه شعركم كويس جدا. وانا جايبه زي اعشاب كده طبيعيه بحطها على فروه الشعر عشان تنضف او تقوي الجذور، كنت جايباها من ماليزيا. المهم لما تيجي تغسلوا شعركم في الشاور ما تجيبوش شعركم ورا وتشطفوا شعركم كده، لان الكونديشنر كله هينزل على ظهركم ويلزق وهيعمل لكم حبوب في الظهر. فاحلى حاجه ان انتوا تجيبوا شعركم لقدام كده وتغسلوه في الشاور عشان كل الكونديشنر ينزل على الارض ما ينزلش على ظهركم، وتعملوا مساج. يلا بينا نستحمى. عملت دقيقة يعني حسيت ان انا زهقت بصراحة. خش على السونا. ايه عايزة ادردش معاكم كده شوية يا جماعة بما ان انا قاعدة في السونا. انا من الاشخاص اللي ممكن اوفر فلوس الكافيهات والشوبينج بتاع اللبس واي حاجه، وبستثمر ده ان انا اروح الجيم، العب رياضه، اخد كورسات يوجا، اتعلم حاجات فتنس، اروح السونا، اعمل سبا. الحاجات دي احسن بكتير من ان انت تقابلي صاحبتك وتروحي تقعدي على الكافيه او الريستوران معاها. بدل ما تعزمي صاحبتك على الكافيه اعزميها على السبا، تمام؟ وفي سباهات دلوقتي اسعارها كويسه ومناسبه. انت لو وفرتي ثمن الكوفي والقعده على الكافيهات بتاعت كل يوم او يوم او يوم لا على حسب انت بتروحي، وفرتي الفلوس دي، وفرتي فلوس الشوبينج في حاجات ملهاش لازمه خالص، وجيتي السبا احسن ليكي بكتير بجد. هتحسي بالسلام النفسي وتحسي كده ان انت بتستثمري في صحتك، تمام؟ العناية بالنفس مهمة، العناية بالعقل مهمة، التغذية الصحيحة مهمة، ان انت تفهمي عقلك هو انت بتاكلي ايه. يعني انا من الاشخاص لما باجي باكل بشوف الاكل على هيئة فيتامينز مينرالز، حاجات صحية لجسمي هتخش لجسمي وتفيدها،
ما بعتمدش على الحاجة اللي تخليني سعيدة، الحاجات الفرايد والحاجات الديزيرت المسكرة قوي، لا بروح اكل حاجة طعمها حلوة بس صحية، بغذي جسمي بالحاجات الصحية اللي تنمي عقلي، وعقلي بيقرأ بيتثقف عشان يغذي جسمي بالشكل الصح، فهي سيركل متواصلة. فلازم تهتمي بعقلك، لازم تهتمي بصحتك، لازم تهتمي بروحك، الثلاث حاجات دول لازم يتصلوا ببعض. ودي ميزة اليوجا، اليوجا الحاجة الوحيدة اللي بتوصل تعمل كونكشن ما بين الثلاث حاجات دي، المايند والسول والبادي، بتوصل كل الثلاثة دول، دول صعب ان هما يتقابلوا في حاجة يعني. فلو مش قادرة تروحي الجيم اعملي يوجا في البيت، لو عايزة تروحي السبا ان شاء الله مرة كل اسبوعين ثلاثة، وفري فلوس الكافيهات، عايزة تقري وتتثقفي عندك اليوتيوب وعندك جوجل، عندك حاجات كتير جدا موجودة على السوشيال ميديا، بدل ما تضيعي وقتك في السوشيال ميديا سكرول 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 في حاجات ملهاش لازمة، وتتابع على صفحات اكل والفيديوهات اللي نازلة الايام دي كل واحد بياكل وبيعمل صوت، يعني بصراحة حاجة مقززة جدا. فدايما خلي عندك ذكاء، تعرفي تختاري كل حاجة لنفسك صح، خليكي ذكيه، خليكي شاطره، خليكي ناجحه، دايما اسعي ورا النجاح مش ورا الكمال، لان البرفكشنزم شويه هيتعبك نفسيا، فدايما اسعي ورا النجاح، ودايما قولي كده كلمه عقلك انا قادره ان انا احقق كل حاجه بحلم بيها وهتحققيها. Try to relax here a little. Thank you.